السلام عليكم. هنا وفي هذا المحضر المبارك وفي أمثاله في هذه الأرض المباركة وهذا الوطن المعطاء قصة تحكى بشكل يومي. 12 عاما من العلم، رحلة قد تبدو طويلة، لكن ماذا لو أردنا أن نعود بشريط الذكريات إلى اليوم الأول؟ حدثونا عن مشاعركم في ذلك اليوم. أعتقد أنه من المستحيل نسيان اليوم الدراسي الأول، فهو يوم ممتع وحماسي جدا، وفيه يبدأ الطالب مرحلة حياتية جديدة. الحماس لمواجهة الآخرين وكسر حاجز الخوف من مواجهة الغرباء. طبعا أول يوم دراسي يوم حماسي جدا ومميز صراحة لا يوصف. أتذكر في أول يوم أني كنت متحمس للمدرسة. كان شعور حلو، كنت متحمس للدراسة، ما كنت خايف، وكان يوم جميل بالنسبة لي. صراحة بالبداية الرهبة وخوف بداية الابتدائي كان من أجمل الأيام التي لا تنسى في مسيرتي التعليمية. الحماس لتغيير جزء من الحياة وأيضا تكوين صداقة جديدة. بين سورة البينة، القسمة المطولة والإملاء، بين جدول العناصر وبين تصنيف ديوي العشري، مئات من الساعات من طلب العلم، مواد مختلفة، عشرات الكتب، لكن ما هي المادة أو الموضوع بالتحديد الذي كنتم تواجهون فيه صعوبة؟ أتذكر كان درس في مادة الفيزياء كان يتكلم عن مبدأ أرخميدس. صراحة غالبية مواضيع الرياضيات من قوانين ونظريات وغيرها، ومنها قانون فيثاغورس وديموافر وغيرها. أصعب موضوع مر علي هو تأسيس اللغة الإنجليزية. أصعب المواضيع التي واجهتني هي الأشكال الهندسية والدوال المثلثية. أصعب موضوع مر علي الإعراب. عبر عن نفسك بالإنجليزي، هذا تقريبا أصعب موضوع. الأشكال الهندسية بالرياضيات من الممكن أن أصعب موضوع مر علي. الموضوع اللي عقدني صراحة بآخر 7 سنين تأسيس الإنجليزي، هذه مادة أنا ما أعطيتها حقها فلذلك تعبتني. أصعب موضوع هو التعبير باللغة الإنجليزية. في هذه المحاضن وخارجها شخصيات تؤثر علينا، شخصيات تزيد من تحفيزنا، معلمين أفاضل وأحيانا زملاء أو أولياء أمور يزرعون ويغرسون فيك بذرة النجاح والتميز. أريد منك أن تذكر لي واحد فقط من بين كل هؤلاء تشكره باسمه وتوجه له رسالة خاصة. بفضل الله ثم بفضل الأستاذ سعود حمدان الفديد الله يذكره بالخير تأسست تأسيس ممتاز باللغة العربية. الأستاذ بسام الشمري حفزني للمواظبة على الدراسة. أشكر جميع من علمونا من أول ابتدائي حتى ثالث ثانوي، ولكن أخص بالشكر للأستاذ ركان الضوي الذي زرع فيني حب اللغة الإنجليزية. أشكر كل من سعى لتعليمي من والدي وجميع معلميني، وأخص بالشكر الأستاذ خالد السنتلي. أستاذ الفرجان الله يذكره بالخير كان طالب منا بحث علمي نطلع نشرح أمام الطلاب، بس فطلعت أنا كطالب أشرح أمام الطلاب، بس كان يطلب مني شرح كلمة كلمة بالبحث، وأول مرة أنجح بشرح البحث حتى طلعت على السبورة وشرحتها، ويعني من ساعتها وانحى يعني وزرع في ثقة بالنفس، أو ما نصح زادوا الثقة بالنفس عندي. والصراحة الأستاذ اللي ترك أثر الأستاذ فايز السفر الجنيدي الله يسعده إن شاء الله ويوفقه وين ما راح. صراحة في أكثر من شخص تأثرت منه واستفدت وتعلمت، ومنهم بدون أي مجاملة الأستاذ الغدير مطلق عامش، تعلمت منه التميز والإصرار. والله الحمد لله، يعني مروا علي مدرسين من خيرة المدرسين كانوا كلهم معززين لي معنويا، شكرا لهم وشكر خاص للأستاذ خالد السنتلي. أشكر وليد الراوي العنيزي لأنه حفزني على التفوق والنجاح في المرحلة المتوسطة والثانوية. 12 عاما قد تبدو فترة طويلة، لو كانت في الرق، لو كانت في الأسر، لو كانت في العمل، لكنها في طلب العلم تمر كلمح البصر. هب أننا قد أعدناك إلى اليوم الأول، رأيت نفسك داخل الفصل، والآن لديك فقط ثواني قليلة لتنصح نفسك نصيحة تشترى بجمال. نحن سبقنا وانتهينا والفرحة واضحة بأعيننا، البقاء عليكم تلحقونا وبالنجاح وبالتخرج تسعدونا. الابتعاد عن المشاكل في المدرسة والانتظام بالدراسة، احترام المعلمين والزملاء والمواظبة على الدراسة. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، افهم كل شيء من البداية عشان يسهل عليك بعدين. وختاما أقول لإخواني الطلاب ابتدائي
شدوا حيلك كم 12 سنة والله يوفقكم إن شاء الله. أنصحهم بفهم كل شيء من البداية لأن المواضيع أغلبها تراكمية. افهم الدرس أول بأول أو حاول أنك تفهم جزء منه لأنه راح يجيك في المرات القادمة بشكل أصعب بشكل مفصل. أولا الحرص والاجتهاد والكفاح والإصرار، وثانيا لابد أن يكون لديكم دافع للتعلم. ضع لنفسك هدف واسعى لتحقيقه، ولكن قبل ذلك ثق بنفسك وتوكل على الله دائما وأبدا.